ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث عباد الله ومن الأحاديث العظيمة التي تزيد الإيمان في قلب المؤمن، وتزيد من تعلق العبد بربه تبارك وتعالى، وتزيد أيضا من قوة يقين العبد في ربه أنه المالك للكون، وأنه المتصرف في الكون، وأنه تبارك وتعالى هو الغني الحميد. قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال في غير ما آية من القرآن: وأن الله ليس بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الله سبحانه وتعالى الناس شيئا. فحرم ربنا تبارك وتعالى الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وأمرنا ألا نتظالم، وألا يأخذ بعضنا حقوق بعض، لأن ذلك حرام حرمه الله تبارك وتعالى. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. خلقنا الله سبحانه وتعالى ونحن نحتاج إلى الهداية، ونحن نحتاج إلى بيان السبيل، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالهداية عند الله سبحانه وتعالى
ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب لما حضرته الوفاء، لما نزل به الموت وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. حريص عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، وحريص على أن يسلم عمه، وهو الذي لطالما دافع عنه ولطالما احتمل أذى قريش والمشركين من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب، أي على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وكذلك نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية من الله، والهداية كما قال العلماء التي هي من الله هي هداية القلب، فهذه لا يملكها أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الهداية الأخرى وهي بيان الحق وبيان الخير ودعوة الناس إلى ذلك، فهذه تسمى بدلالة البيان والإرشاد، فهذه يملكها الرسل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فيطلب الإنسان من ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية من الله، تسأل الله الهداية، وتعمل بالأسباب من العلم ومن البعد عن أسباب الغي والضلال. قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أيطلبوا أن أطعمكم فيطعمكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من الآيات التي تفرد الله عز وجل بها، وكانت من الأدلة على وحدانية الله عز وجل، أن الله عز وجل قال: قل أغير الله أتخذ وليا، يعني أسوي لي ولي غير ربنا سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذه كلها آيات. قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل هذا الرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فيطلب العبد الرزق من الله سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كل هذه النعم من الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج للعباد، ولا ينتفع من عبادة العباد له شيئا، ولا يزيد ذلك في ملكه شيئا، ولا كذلك ينقص من ملك الله شيئا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، لا تنفع الرب تبارك وتعالى بصلواتك
ولا بزكواتك ولا ببرك ولا بصلواتك ولا بغيرها من الأعمال الصالحة، حتى لا يدل الإنسان بهذه الأعمال على الله تبارك وتعالى، وحتى لا تفتخر وتعجب بهذه الأعمال وترى أنه واجب على الله أن يدخلك الجنة لأنك فعلت هذا. أنت لا توجب على الله شيئا، لا يستفيد الله عز وجل من عبادتك أو من طاعتك، وإنما تستفيد منها أنت الفقير إلى الله، أنت المحتاج إلى الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. انظر إلى تكبر بني آدم. بني آدم كما حكى القرآن فيهم من قال أنا ربكم الأعلى كفرعون وكالنمرود، ومنهم من عارض الرسل كما جاء في قصص الأنبياء. إذا راجعت سور القرآن الكريم، مع أن الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون. ناس يتكبروا على الله سبحانه وتعالى وقد خلقهم من ماء مهين، إنسان ضعيف، خلقته ضعيفة، يحتاج إلى الله في جميع أنفاسه، في حياته الدنيا وفي القبر ويوم القيامة مفتقر إلى الله. ومع ذلك ترى كثير من الناس يتعالون على الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. ربنا دار يعلم العباد ويوريهم كيف الغنى بتاعه والخزائن بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ملانا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، اتخيل النازل من زمن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة كلهم وقفوا في فضايا واحدة، وليس الإنس وحدهم ومعهم الجن، والعباد لهم حاجات مختلفة. لو سألت 5 أنفار أي واحد فوقهم عنده حاجة مختلفة؟ هذا يريد الصحة، وهذا يريد المال، وهذا يريد الزواج، وذاك يريد النجاح، وذاك يريد كذا وكذا. ربنا قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. خزائن ربنا ملانا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض أي لم ينقص مما عند الله شيء. ربنا سبحانه وتعالى عنده جميع سؤل العباد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قص لنا في القرآن قصص الأنبياء. نوح عليه السلام حكى الله قصته وكيف دعا قومه وكيف نابذوه وحاربوه، فدعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله النصر. يوسف عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يجيره من الفواحش ومن النسوة. وأيوب عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما به من الضر ومن المرض. وذا النون عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من بطن الحوت. وزكريا عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى الولد. لماذا قص الله سبحانه وتعالى قصص هؤلاء الأنبياء؟ وهؤلاء هم سادة الناس. إذا كان دي سادة الناس، واحد داير ولد، واحد داير
الشفاء، واحد داير النصر عليهم الصلاة والسلام. سادات الناس، فكيف يلجأ العباد إلى من يزعمون أنهم أولياء ويقول لك دايرين منهم حاجات؟ هل الأولياء ذيل بيحصلوا الأنبياء في درجتهم، في مكانتهم، فيما أيدهم الله عز وجل به من المعجزات؟ ما بحصلوا. إذن هم لا يستحقون مع الله شيئا. ده كان العبد وهو عبد صالح، كما قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فكشفنا ما به فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك يا أخواننا، كان من الضلال بل ومن الشرك والكفر أن يذهب مخلوق إلى مخلوق يطلب منه المدد ويدعوه ويسأله من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كثير من المسلمين وللأسف الشديد اليوم يذهبوا إلى المقابر، إلى جباب فيها ناس ماتوا وعفى عليهم وأكل عليهم الدهر، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يتذللون إليهم ويطلبون منهم الحاجات ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الإغاثة كما هو منتشر الآن في وسائل الإعلام، منتشر دعاء غير الله، بدعوك يا الله بجميع عباد الله. إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل إذا كنت في هم وغم وكربة فقل يا مرغني آتيك بسرعتي. وكل هؤلاء العباد الضعفاء ماتوا، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من أعجب العجاب حتى في وسائل الإعلام جايبين واحد مستضيفينه في قناة النيل الأزرق بيقول شيخ ربنا اداه كن فيكون على لسانه في شمال بحري، شيخ في قناة النيل الأزرق يقول ربنا اداه كن فيكون على لسانه. والمشركين الأوائل ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء، أي يا رسول الله خاطبهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. المشركين حيقولوا شنو؟ فسيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ يقول لك المالك الكون الله والبتصرف في الكون الله، طيب مشكلتكم شنو؟
يقول لك نحن عندنا ذنوب ومعاصي، وهؤلاء الأولياء قريبون من الله. ربنا قال ده شرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ربنا ما داير ذول يقربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سمع سليمان عليه السلام وهو خارج إلى الاستسقاء كما نقل العلامة ابن كثير رحمه الله، أخرج الناس وفي طريقه إلى مصلاه وجد نملة مخلوقة لله واضعة ظهرها إلى الأرض ورافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تحرمنا سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. لا تعلق قلبك إلا بالله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الإبرة لو دخلتها في البحر هل تنقص من ماء البحر شيئا؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها لا يظلم الله مثقال ذرة. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج همومنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم وارحم موتانا، اللهم يا حي يا قيوم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا عليها يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.